أهلا بكم إلى النبأ اليوم وأبرز ما فيه. أي أسس قانونية لشراء شركة توتال الفرنسية لحصة ماراثون الأمريكية في شركة الواحة النفطية؟ مع محمد شبيني وميسر ريم القطراني. سعر الدينار الليبي يغلق على انخفاض أمام سلة العملات الرئيسية، مع مهيب جرادة. معاذ عيسى يقود الاتحاد إلى فوز صعب أمام أكوا النيجيري، مع عبد الرؤوف الريان. انخفاض درجات الحرارة على الشمال وارتفاعها على الجنوب، مع محي الدين علي. أهلا بكم إلى نبأ اليوم. أعلنت شركة الطاقة الفرنسية توتال أنها اشترت حصة نسبتها أكثر من 16% بحقل الواحة من ماراثوني أويل في صفقة قيمتها 450 مليون دولار. وقالت الشركة في بيان لها وفقا لما نقلته وكالة رويترز الجمعة إن الصفقة ستمنح توتال قدرة على النفاذ إلى احتياطيات وموارد تتجاوز 500 مليون برميل، مع إنتاج فوري لنحو 50 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية أن استحواذ الشركة على حصة ضمن شركة الواحة الليبية يعزز قوتها التاريخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذه الصفقة تطرح تساؤلات عن حقيقة الصراعات الغربية على الموارد الطبيعية الليبية ومدى قانونية هذه الصفقات، وعن قدرة السلطات الليبية على حماية ثروات البلاد من الاستغلال والنهب. تفاصيل الصفقة وخلفيتها في التقرير التالي. ليبيا ومستنقع النفط في شمال إفريقيا، لعل هذه الثروات من الذهب الأسود والغاز هي أبرز أسباب تكالب الأمم على البلاد وسبب التدخلات الخارجية ومحاولة كل دولة من الدول الكبرى ضمان حصتها من الموارد الطبيعية وتثبيت وجود شركاتها العملاقة في ليبيا. وتبقى المصالح الاقتصادية أساس كل التحركات والضغوطات من اللاعبين الدوليين في الملف الليبي. ومن بعض تجليات هذه المصالح وصراع النفوذ والسيطرة على مقدرات الوطن وثرواته، الصفقة المسترابة بين شركتي توتال للطاقة الفرنسية وماراثون أويل الأمريكية. شركة الطاقة الفرنسية توتال أعلنت السبت الماضي أنها اشترت حصة نسبتها أكثر من 16% بحقل الواحة النفطي من ماراثون أويل في صفقة قيمتها 450 مليون دولار. صفقة ستمنح توتال قدرة على النفاذ إلى احتياطات وموارد تتجاوز 500 مليون برميل من إنتاج فوري لنحو 50 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً. ويقول الرئيس التنفيذي لتوتال إن استحواذ الشركة على حصة ضمن شركة الواحة الليبية يعزز قوتها التاريخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن هذا الاستحواذ يتماشى مع استراتيجية توتال الهادفة إلى دعم محفظتها بأصول عالية الجودة ومخفضة التكلفة من الناحية الفنية. وتعمل توتال في ليبيا منذ 1954، إذ بلغت حصتها الإنتاجية 31,500 برميل من المكافئ النفطي يومياً في 2017 من امتيازات في حقل الجرف البحري وحقل الشرارة البري. لكن السؤال الذي يطرح هنا وبإلحاح، لماذا تبيع شركة ماراثون حصتها؟ أولاً، ماراثون أويل هي شركة أمريكية خالصة كانت تملك الكثير من الأصول النفطية خارج أمريكا، وخلال الفترة الأخيرة بدأت تعيد صياغة استراتيجياتها للتركيز على الإنتاج داخل الولايات المتحدة في إنتاج النفط غير التقليدي. وللحصول على موارد استثمارية قررت التخلص من أصولها الدولية بما فيها أصولها العاملة في ليبيا. وأيضا بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد
التي تعطل اتخاذ القرار الاستثماري وجني الأرباح منها. أما عن رغبة توتال في الشراء، فيرى خبراء اقتصاديون أن الشركة الفرنسية العملاقة لم يحالفها الحظ في التوسع في مناطق النفط التقليدي المنخفض التكلفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتيجة لسياسات دولية أبقت فرنسا خارج هذه الدائرة بعد انقضاء الحرب العالمية الثانية، لذلك لم تتوقف محاولاتها في مناطق النفوذ الأنجلوساكسوني. صفقة مسترابة قد تكبد الدولة خسائر خيالية تقدر بملايين الدولارات باستطاعتها أن تحافظ عليها. فمن ناحية قانونية، يرى خبراء أن لا يجوز لأي مالك لحصة في اتفاقية تقاسم الإنتاج أن يبيع حصته دون موافقة صريحة من السلطات الليبية. ومن منطلق أن اتفاقيات تقاسم الإنتاج هي إجراء مؤقت يحتمه ظرف الصناعة النفطية والتمويل الخارجي، فإن أي تقييم لهذه الاتفاقيات يجب أن يخضع لاختبارات مالية واقتصادية محددة في الدولة المنتجة. في حقل الواحة، التقييم الفني والاقتصادي حسب الخبراء إيجابي جدا، والعائد على الاستثمار يصل إلى أكثر من 72%، وهو رقم خيالي في نسبة الأرباح. ويبقى أي نظام إداري محكم من المؤسسة الوطنية للنفط يستطيع أن يدير هذا الاستثمار بنجاح لتحقيق الأرباح لصالح الوطن. ويذهب بعض المحللين إلى أن السلطات الليبية يجب أن تعترض على إتمام صفقة البيع هذه وتشتري هذه الحصة من شركة ماراثون، خصوصا وأن قيمة الصفقة منخفضة جدا نتيجة لتعجل ماراثون في البيع. وعلى المؤسسة الوطنية للنفط أن تخرج بتوصية حسابية سليمة من الناحية الاقتصادية النفطية والقانونية أيضا، ثم يتبعه قرار سياسي يؤخذ على المستويين التشريعي والتنفيذي للحفاظ على المصلحة العليا للوطن وموارده وقوت الأجيال القادمة. ولمناقشة الموضوع تنضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من تونس الأستاذة سهام سرقيوة عضو مجلس النواب. سيدة سهام، بداية مرحبا بك، وما هو تعليقك على الصفقة التي تمت بين شركة توتال الفرنسية وماراثون أويل الأمريكية وشراء حصتها من الواحة؟ أهلا وسهلا بك، شكرا على الإضافة. صراحة أنا تفاجأت بهذا في الإعلام. طبعا أنا استغرب يعني عدم مناقشة هذا الموضوع مع في الحكومة، مع الحكومة أو في الغرفة التشريعية أو في البرلمان. يعني حقل الواحة من الحقول التي اكتشفت سنة 1955، كانت عن طريق شركة أويسس اكتشفت هذا الحقل. بلغ إنتاجها في تلك الفترة في 1970 إلى 950 ألف برميل. تم تأميم طبعا هذا الحقل في 1969. طبعا بعد تأميم الحقل طبعا في 86 الشركة الأمريكية طبعا بسبب سوء العلاقات في تلك الفترة انسحبت الشركة الأمريكية من ليبيا، وتأسست الشركة الوطنية للنفط، وتم يعني ملكية هذه الحقل ب 100% للدولة الليبية. في 2006 رجعت طبعا الشركة الأمريكية بعد تحسن العلاقات بين الدولة الليبية وليبيا لاستمرار العمل في هذا الحقل. طبعا دفعت أمريكا 1.3 مليار من أجل إعادتها، وتحصلت على رخصة لمدة 25 سنة. بلغ الإنتاج في تلك الفترة إلى تقريبا 350 برميل، 350 ألف برميل. كان يتوقع أن الإنتاج اللي عند 2015 يوصل حتى 600 ألف برميل في تلك الفترة. وكان طبعا مركزين كانوا على تنمية الحقول، بحيث إلى كانت فيه تنمية توصل من 10 إلى 12 مليار حيتم فيها زيادة الضخ. يعني العملية القانونية يعني من هذا الوضع أن الحقل هذا الحقل يعني يشمل 95% من 75% من انتاج البترول في ليبيا. فيه طبعا غاز غير مستعمل حوالي 6 مليار.
طبعا يشمل 4 حقول بالإضافة إلى 19 حقل. طبعا ملكته طبعا فيه أسهم للشركة الفرنسية وفي أسهم للشركة الأمريكية. طبعا تم الصفقة هذه وتم بيعها تحت أرض ليبيا لأن الحقول تملكها ليبيا وفي المنطقة الشرقية في منطقة برقة بالذات يعني. فتم هذه الصفقة دون يعني دون مناقشتها أو عرض الدولة الليبية. كان الأمكن أن ليبيا هي من تقوم بشرائها عن طريق الاستثمارات الليبية، مؤسسة استثمار، عن طريق صندوق الإنماء. كان في عدة طرق يعني لشرائها بدل من إعطائها لفرنسا. طبعا فيه عدة انعكاسات، انعكاسات سياسية وانعكاسات اقتصادية يعني. نعم استاذ سهام، يعني البعض يقول يعني بأنه ليس لما النظام السابق باع راس نوف يعني الليبيين كانوا زعلوا عليها، فبالك هذه هي يعني أكبر حقول يعني وتمثل 75% من الإنتاج. نعم البعض يقول بأن يعني من حق مؤسسة النفط الليبية هذا الإجراء القضي سيد سمح الله. سيدة سهام عادة هو لما توقف أي 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 بئر من الآبار يقول توقف مدة يوم وخسرنا كم برميل ودرنا كم برميل، فهذا الإجراء يعني غريب جدا. ممكن مرة رسالة عابرة إلى المجلس الرئاسي في ظل الوضع اللي موجود فيه المجلس الرئاسي والحرب في الجنوب وهذا الوضع يعني ما درش يعني ما اهتمش بهذا الأمر يعني. الله أعلم، أنا ما نبيش نلوم حد يعني، ولكن الوضع هذا فعلا يحتاج إلى إيقاف هذا القرار، إيقاف هذا القرار بلجنة الرقابة والديوان المحاسبة. على حكومة الوفاق أن تفتح تحقيق في هذا الموضوع، ترسل مستشارين اقتصاديين ومستشارين في النفط، وتقوم بتجهيز يعني فعلا محامين لإيقاف هذا الإجراء، لأن من حق الدولة الليبية شراء هذا الموضوع. وأي شخص اللي تقع عليه المسؤولية عليه بإيقافه، وصراحة يعني هذا موقف وطني وموقف كل الليبيين يعني يفترض أنهم يقفوا به، ويا ريت يعطينا الحجة يعني السبب والحجة يعني. ما تقول ليش هذين شركتين ملكات وإحنا ما عندناش دخلة يعني. البترول الليبيا والليبيا أحق به، وكان يفترض أن تستشار يعني الوضع التشريعي يعني. نحن في حكومات مؤقتة، حكومات انتقالية يعني، كل حكومة تجي سنة أو سنتين تقوم ببيع يعني أملاك بهذه الطريقة أو وزراء يبيعوا بهذا الشكل دون الرجوع للليبيين، فهذا الشيء غير مقبول فعلا، وهذا يعني يفترض يكون عليه محاسبة شديدة يعني. نعم أستاذة سهام، إذا كنت تستمعين إلينا الآن أستاذة سهام، نعتذر عن هذه المشكلة الفنية و شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أفاد مراسل النبأ في سبها بأن الهدوء يسود المدينة ولا وجود لأي اشتباكات بعد معارك أمس. المزيد حول الوضع في المدينة نشاهده في التقرير التالي. وسط أزيز الرصاص يكابد المدنيون بمدينة سبها الأمرين للنجاة وتسير أمور حياتهم بذات الوقت. معاناة فرضت على الأهالي النزوح إلى مراكز إيواء مؤقتة أنشئت بمدارس المدينة. الاشتباكات تدخل شهرها الأول مخلفة قتلى وجرحى من المدنيين، إضافة لخسائر مادية في ممتلكات المواطنين. المراكز الخدمية والصحية لم تسلم هي الأخرى من النيران، إذ استهدف المركز الصحي للمدينة بعدة قذائف هاون، أمر طالبت على أثره وزارة الصحة بالحكومة المقترحة الأهالي بالتوجه لمصحات المدينة، إضافة لإنشاء غرفة مشتركة لنقل الجرحى إلى مستشفيات طرابلس. منظمات المجتمع المدني كان لها دور في تخفيف حدة المعاناة، إذ سيرت جمعية السلام الخيرية بمدينة بني وليد قافلة إغاثة تحتوي على معدات طبية ومواد غذائية. الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين دفعت بمنظمات حقوقية لاتخاذ موقف إزاءه، كان على رأسها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي دعت لتجنيب المدنيين أثار الاشتباكات، محملة طرفي النزاع بالمدينة المسؤولية تجاه سلامة المدنيين الواقعين بمناطق النزاع. وعلى وقع المعارك تستمر مساعي الوصول إلى تهدئة بين الأطراف المتنازعة لوضع حد للانتهاكات التي طالت الأرواح والممتلكات. وحتى تثمر تلك المساعي عن حل نهائي، يبقى المدنيون الضحية الأولى للصراع الذي كلما انطفأت نيرانه أشعلته أطراف يهمها استمرار الفوضى في البلاد. وبالعودة إلى السيدة سهام سرجي وعضو مجلس النواب للحديث عن الصفقة التي تمت ما بين شركة الطاقة الفرنسية توتال وكذلك ماراثون أويل في صفقة قيمتها 450 مليون دولار. بالعودة إليك من جديد سيدة سهام، إذا كنت تسمعيننا الآن.
نعم. البعض يقول بأن من حق المؤسسة الوطنية للنفط إبرام هذه العقود دون العودة للجهات التشريعية في الدولة، ويستشهد بذلك بما كان يتم في النظام السابق بتوزيع مثلا مهام هذه الحقول، وكان يعني ممثلا للمؤسسة الوطنية في فترة ما هو شكري غانم، وهو من يتعامل مع هذه الشركات دون العودة للجهات التشريعية، فما رأيك في ذلك؟ طبعا هذا كلام غير صحيح. طبعا هذا البترول ليس بأي وزير أو سابق أو حاضر، هذا ملك الليبيين. أي إجراء فيه ضروري ما تكون فيه مناقشة ترجع للغرفة التشريعية اللي هي البرلمان الليبي، وفي نفس الوقت ترجع للحكومة رئيس الوزراء يأخذ فيه الأمر. يعني طبعا نحن في فترة انتقالية، الحكومات غير مستقرة، قرارات البيع والشراء هذه غير مقبولة، خصوصا بيع الأملاك الليبية في فترة انتقالية. شيء فعلا يعني لا أنصح به، ولا ما فيش حد يعني فعلا ليبي يرضى به يعني. نعم، شكرا جزيلا لك يا أستاذة سيام سرقوى عضو مجلس النواب، ولم نستطع إكمال هذه المكالمة نظرا للقطع الفني. مشاهدين الكرام، النبأ اليوم متواصل معكم وتتابعون فيه بعد الفاصل باقي الفقرات، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. أفاد مكتب رئيس الحكومة المقترحة بإصدار فايز السراج تعليمات باتخاذ حزمة من الإجراءات دعم اللواء السادس في تأمين الجنوب الليبي. ونقل المكتب عن السراج خلال لقائه بأمر اللواء السادس ومعاونية ثلاثاء عازه بإجراءات لتعزيز القوة لحماية الجنوب والتنسيق مع القوى الأمنية في المنطقة. إلى ذلك، أكدت غرفة عمليات سلاح الجو التابع لميليشيات الكرامة بالجنوب الليبي إجراء عمليات استطلاع جوي على المنطقة. أوضح مكتب الإعلام التابع لقيادة ميليشيات الكرامة عبر صفحته على فيسبوك أن غرفة العمليات الموجودة بقاعدة برك الشاطئ الجوية ستتعامل بشكل مباشر بالذخيرة الحية مع أي هدف معاد وفق ما ذكرت. من جهته، أعلن مكتب الإعلام التابع لقيادة ميليشيات الكرامة عن اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري في مدينة سبها. وأوضح المكتب عبر صفحته على فيسبوك أن الإعلان جاء عقب اجتماعات بين قيادات تابعة لميليشيات الكرامة وقبائل المنطقة الجنوبية، كما جرى الاتفاق خلال الاجتماعات على رفع الغطاء الاجتماعي عن أي أجسام قبلية تحتكم للسلاح، وتنفيذ العملية التي أطلقها قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر لتأمين الجنوب وفق ما ذكرت. هذا وقال أحد أعيان قبيلة التبو بسبها رمضان وردكو أن قيادات ميليشيات الكرامة يجتمعون مع كافة الأطراف بهدف المصالحة، ومن جانب آخر يدعمون الميليشيات الخارجة عن القانون. توا يقول لك يحط لك السم في العسل، توا جماعة الكرامة يجوا يبقوا في الصلح، يقول لك بديروا صلح بين توبة ولاد سليمان، ويبقوا يدعموا في الميليشيات الخارجة عن قانون تبع ولاد سليمان بالأسلحة والذخائر. معناتها هذا مش صلح، هم سواء علي زيدان ولا سواء نحن بصفة عامة توبة ما نتبع جهة معينة. أي مبادرة منا نحن توبة يؤدي إلى الصلح ولا إلى الحفاظ على الحدود يتم فيها قصف التوبة على أساس أنهم مجاديين. وفي سياق ذي صلة، قال أحد أعيان ومشايخ قبيلة تبو بسبها محمد صندو إن هناك جهود مصالحة مبذولة مع قبيلة أولاد سليمان لوقف الاشتباكات الدائرة بالمدينة. وأوضح صندو في تصريح للنبأ الثلاثاء أن وفدا من بعض القبائل في طريقه للمدينة بهدف حل الخلاف الدائر بها، مؤكدا سعيهم للمصالحة ووقف إطلاق النار والجلوس مع أعيان قبيلة أولاد سليمان.
دعا عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي قبائل تبوة أولاد سليماني لوقف الاقتتال الدائري بينهم في مدينة سبها. ونشد الصلابي في بيان له مكونات جنوب الليبي من العرب والتبو والطوارق التوحد أمام الغزو التشادي والدفاع عن عرضهم وأرضهم. كما دعا الصلابي شعب الليبي بأطيافه كافة إلى مساندة إخوانهم في الجنوب الذين يتعرضون لاحتلال حقيقي يستهدف تقسيم ليبيا حسب تعبيره. وحمل الصلابي مسؤولية تدهور الأوضاع في الجنوب إلى رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج وحكومته، داعيا إياه إلى القيام بدوره الطبيعي في حماية الشعب الليبي من الانتهاكات التي تحدث في البلاد. وإلى بنغازي، حيث أكد آمر القوات الخاصة صاعقة التابع لميليشيات الكرامة ونيس بوخمادة براءته من أي شخص خارج عن القانون يحاول زعزعة الأمن والأمان في بنغازي على حد تعبيره. ونقلت وكالة الأنباء الليبية بالبيضة عن بوخمادة قوله أن القوات الخاصة هي صمام الأمان في مدينة بنغازي، ولا يمكن لأي شخص تشويه تاريخ القوات الخاصة في ليبيا على حد قوله. ودعا أمير القوات الخاصة كل شباب المساند للقوات الخاصة إلى ضبط النفس والامتثال للأوامر العسكرية وترك السلاح جانبا بحسب الوكالة. هذا وطلب أمير محاور صاعقة محمود الورفلي أفراد قواته المحتجين على استمرار احتجازه، طلبهم بعدم السعي لإطلاق سراحه، وإنما شهادة له بعدم الخيانة وفق مكالمة مسربة مع أحد قادة الصاعقة. يا علي قول لهم ذاك محمود أنا ما عندي كمش دا تجرى علي إلا طلعوا في السوي قولوا بديك أفسد وأنا مش خاين تمام أنا أسد وعلي أنا مش خاين بخطالي حتى إني يعني أنا واحد في ضابط هناك أنا محمود وفلي هو في احتفاق الأمانة بس أنا بديك أفسد وعلي تمام شوية تمام 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 أنا تطلعوا يا علي عادي سلمهم يا علي خليني أجمع قدام القيادة خليني أجمع قدام القيادة كلهم شوي ولا شو مديرة. مدينة بنغازي كانت قد شهدت إغلاق محتجين من الصاعقة لمفترق المساكن وجزيرة دوران الطائرة شرقي المدينة. أفاد شهود للنبب أن المتظاهرين يطالبون بالإفراج عن أمير محاور قوات الصاعقة محمود الورفلي ووكيل وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة فرج قعيم المعتقلين لدى قيادة ميليشيات الكرامة بالرجم. التفاصيل في سياق هذا التقرير. ادعاءات وجود جيش نظامي منضبط وتحقق الاستقرار الأمني في بنغازي يناقض هذه المشاهد. قوات الصاعقة تغلق عددا من طرق المدينة وتحرق الإطارات للمرة الثالثة خلال شهر احتجاجا على استمرار احتجاز آمر محاورها محمود الورفلي بمقر قيادة ميليشيات الكرامة في الرشمة. تحرك شل أوصال المدينة فجر الثلاثاء نفذته الصاعقة بدعم من مسلحين مدنيين في مفترق طرق المساكن المؤدي إلى مطار بنينة وجزيرة الطائرة شرق المدينة وسيد فرج جنوب غربها. عناصر الصاعقة عزوا تحركهم إلى عدم تنفيذ الوعود من قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر بإخلاء سبيل الورفلي وصرف منح لجنود الاحتياط إلى جانب دعم مكتب الجرحى. ساعة ما تروحش بنقرفع الدنيا راه مساكن كلها مع وعود تأتي في إطار محاولة حفتر احتواء التوتر السابق للصاعقة الذي تزامن مع إقالته آمرها ونيس بوخمادة من مهمة رئاسة الغرفة الأمنية لبنغازي الكبرى وتعيين عبد الرازق الناظوري بديلا عنه. وليس التوتر بين الصاعقة وقيادة الميليشيات وريد اعتقالها محمود الورفلي المطلوب لدى الجنائية الدولية، إنما كان منذ توسع نفوذ كتيبة 106 التي يقودها نجل قائد الميليشيا خالد حفتر عقب تلقيها دعما غير محدود واقتحامها مقر وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة فرج قعيم واعتقاله هو الآخر وإخراج الكتائب المسلحة المحسوبة على قبيلة العواقير من المشهد العسكري إلى جانب بروز نجم الكتائب السلفية التي تدين بالولاء لنجله الآخر صدام حفتر.
وتشرف على سجون سرية بالمدينة وتشن حملات اعتقال كان آخرها اعتقال 5 أشخاص من قبل كتيبة طارق بن زياد بمنطقة حي السلام والكويفية. حيال ذلك يظل الوضع الأمني في بنغازي بين مطرقة الميليشيات المتنافسة وسندان حوادث الاختطاف والسرقة والسطو المسلح الذي رصدت مديرية أمن بنغازي وقوعه بمعدل 5 حوادث سطو في اليوم الواحد. مشاهدينا الكرام، نبا اليوم متواصل معكم وتتابعون فيه بعد الفاصل باقي فقراتنا الاقتصادية والرياضية والنشرة الجوية، فابقوا معنا. أهلا بكم إلى النبأ اليوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب ببقية الزملاء وأبرز العناوين. انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشمال وتبقى مرتفعة على مناطق الجنوب. فريق الاتحاد يفوز على أكوا النيجيري بصعوبة في ذهاب دور 32 من كأس الكونفدرالية. سعر الدينار الليبي يغلق على انخفاض أمام سلة العملات الرئيسة. أهلا بكم مشاهدينا لهذه الفقرة الاقتصادية التي في أسعار العملات وأسعار بعض المعادن الثمينة بالإضافة إلى أسعار بعض السلع الأساسية في السوق الليبية. ونبدأ باستعراض لأسعار العملات، حيث شهد الدينار الليبي انخفاض في معظم أنواع أو في أمام معظم العملات الأجنبية، بداية بسعر الدولار الذي بلغ قيمته 6 دنانير و480 درهم، مع العلم أن سعر الافتتاح كان عند حوالي 6 دنانير و520 درهم. بالنسبة لليورو ارتفع إلى 7 دنانير و930 درهم. الجنيه الاسترليني بلغ قيمته 8 دنانير و650 درهم، في حين حافظ الدينار التونسي على استقراره عند الدينارين و300 درهم مقابل الدينار الواحد. بالانتقال إلى أسعار المعادن الثمينة والتي ارتفعت بشكل ملحوظ جدا مقارنة بأسعارها السابقة وبسعر الإغلاق السابق، وبعض الأصناف يعني ارتفعت بمعدل حوالي 15 دينار عن سعر إغلاقها السابق، بداية بالذهب عيار 24 الذي بلغ قيمته 273 دينار، الذهب عيار 21 بلغ قيمته 234 دينار للجرام الواحد، أما الذهب عيار 18 فقد بلغ قيمته إلى 200 دينار و5 دنانير مقابل الجرام الواحد. بالنسبة للفضة حافظت على استقرارها عند الدينارين و300 درهم مقابل الجرام الواحد. بالانتقال إلى أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام، لم يطرأ عليه تغير ملحوظ، بداية بسعر كيلو الكسكس الذي يستقر عند 3 دنانير و250 درهم، بالنسبة للمكرونة عند دينار و750 درهم لنصف الكيلو، و كيلو الأرز الذي يستقر عند 3 دنانير و500 درهم، في حين يحافظ زيت الذرة على استقراره عند 3 دنانير و500 درهم مقابل اللتر الواحد. بالانتقال إلى أسعار اللحوم بشكل عام، نلاحظ أن استقرار في معظم الأصناف، بداية بكيلو الخروف الذي يستقر عند 32 دينار، بالنسبة للحم البقر يستقر عند 28 دينار، لحم الإبل يحافظ على استقراره عند 30 دينار للكيلو، في حين لحم الدجاج انخفض عن سعر إغلاقه السابق ليستقر عند 9 دنانير و500 درهم مقابل الكيلو الواحد. بالانتقال إلى أسعار الخضروات، نلاحظ هنا استقرار في معظم الأسعار، بداية بكيلو البصل الذي يستقر عند الدينارين، كيلو البطاطا يحافظ على استقراره عند الدينار الواحد، بالنسبة للطماطم يحافظ على استقراره عند دينار و500 درهم، بالنسبة لكيلو الخيار يحافظ على استقراره عند 4 دنانير و500 درهم. إذن ننوه أن هذه الأسعار تتفاوت من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ولكن يبقى هذا التفاوت تفاوت طفيف لا يذكر. هذا كل ما لدينا، وبالعودة إلى باقي الزملاء لاستكمال باقي الفقرات
تحيات إليكم محمد وميسي. شكرا لك مهيب. ما الآن فمع أخبار الرياضة مع زميل أحمد أبو عجلة. إليك أحمد. أهلا بك محمد، التحية إلى ميس وإلى كل مشاهدينا بقى اليوم. نبدأ موجزنا الرياضي من مدينة صفاقس، حيث حقق فريق الاتحاد فوزا صعبا على نظيره فريق أكوا يونايتد النيجيري بهدف وحيد في ذهاب دور 32 من كأس الاتحاد الإفريقي. ولم يتمكن ممثل ليبيا من افتتاح تاحي التسجيل حتى الدقيقة 82 عبر البديل معاذ عيسى، محققا ثاني أهدافه الإفريقية بعد هدفه الأول أمام الساحل بالدور السابق. وسيلتقي الفريقان في لقاء الإياب في 16 من الشهر الجاري. اقتلع المصرية الأربعاء بطاقة العبور إلى دور 16 في مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم بعد أن تخطى عقبة الصداقة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. المباراة التي لعبت على ملعب نادي الصقور بطبرق تمكن فيها الاتحاد المصراتي من تحقيق الفوز والتأهل بفضل ثلاثية سجلها كل من الإيفواريين كوليبالي ولامين سيلا والليبي محمد السويسي ليضمن أبناء المدرب رضا عطية تواجدهم في الدور الثالث من المسابقة. في خبر آخر، أعلن نادي الأهلي بنغازي تأجيل مباراته أمام القرضبية والمقرر إقامتها السبت المقبل لحساب الأسبوع الرابع للمجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز. النادي الأهلي بنغازي أعلن عبر صفحته الرسمية تأجيل مباراته أمام القرضبية إلى وقت غير محدد بسبب تردي الأوضاع الأمنية في مدينة سبها. يذكر أن الأهلي بنغازي يحتل صدارة المجموعة بـ 22 نقطة من 8 مباريات. في خبر آخر أيضا، حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة 28 من شهر مارس الجاري موعدا لنهايات كأس ليبيا للعبة. وبحسب القرار الصادر من رئيس الاتحاد فإن البطولة ستجرى بمدينة مصراتة بإشراف لجنة المسابقات العامة التابعة للاتحاد الليبي، وستجرى المباريات بخروج المغلوب من مباراة واحدة. ومن المنتظر أن تفتتح المنافسات بلقاء فريق الصقور ونجوم الصابري في 28 من شهر مارس الجاري، وفي اليوم التالي سيقابل اليرموك نظيره الجهاد، وتختتم المسابقة في 3 أيام بإجراء المباراة النهائية. في خبرنا الأخير، في الألعاب الفردية اختتمت بطولة ليبيا للرماية بالخرطوش بمشاركة 66 رياضيا يمثلون 16 ناديا من مختلف المدن الليبية. البطولة التي أجريت بميدان الفروسية بطريق المطار شهدت منافسة قوية، إذ تحصل نادي نجوم قرقارش عن طريق لاعبه فتحي أبو كارا على الترتيب الأول لمنافسات المسدس 10 أمتار، فيما نال لاعب نادي الأولمبي الزاوية سالم شيوة الترتيب الأول في منافسات الخرطوش الفردي، وحقق لاعبه أيضا الترتيب الأول والكأس في منافسات الفرق. بهذا نكون وصلنا لختام موجز الرياضة في نبأ اليوم. العودة إليكم أميس. شكرا لك أحمد. والآن محمد ننتقل لمعرفة أحوال الطقس مع الأستاذ وزميل محي الدين علي. مرحبا بك أستاذ. مرحبتين ميس ومحمد، ومرحبا بكم أيها السادة الكرام أينما كنتم. أجواء ساخنة على المنطقة الجنوبية، كانت درجات الحرارة قد سجلت في الكفرة خلال الساعة 9 من مساء هذا اليوم 31 درجة مئوية، ارتفاع واضح في درجات الحرارة على كل المناطق الجنوبية غربها وشرقها. تستمر هذه الوضعية حقيقة على الجنوب، فيما تعتدل بشكل واضح على الشمال الغربي والشمال الشرقي. ستنخفض درجات الحرارة خلال يوم الغد بتحول الرياح من الجنوب إلى الشمال، ما يجعل درجات الحرارة ستميل إلى الاعتدال على كل مدن الشمال الغربي والشمال الشرقي بشكل ملحوظ، لكنها حقيقة ستعاود يوم بداية الأسبوع القادم السبت وخاصة الأحد الارتفاع في درجات الحرارة هذه المنطقة، وتبقى درجات الحرارة خلال يوم غد على المنطقة الجنوبية الشرقية تميل أو تتجاوز 40 درجة، كذلك تصل إلى 35 أو 36 في مناطق الجنوب الغربي. سماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، مرور سحب عالية بدون أهمية تذكر على العديد من المناطق الشمالية، وستنخفض السحب خلال مساء يوم الغد على بعض المناطق الشمالية الغربية خلال مساء، لكن دون أهمية تذكر على هذه المناطق. مباشرة إلى خريطة توزيع الكتل الهوائية الساخنة والباردة، والتي تتمركز كتلة من الهواء الساخن على المنطقة الجنوبية، الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية والمنطقة الوسطى، والتي تساهم في بقاء درجات الحرارة مائلة للارتفاع وبشكل واضح على كل المناطق الجنوبية. تصل درجة الحرارة في هذه المناطق إلى أكثر من 40 درجة، إذن الحزام الساخن يكون على هذه المناطق تحديدا ويشمل حتى بعض من المناطق الوسطى، ثم يظهر منخفض جديد على المناطق الشمالية الغربية، منخفض حراري يوم الأحد
مسببا ارتفاع في درجات الحرارة، لكن الجنوب الشرقي سيشهد انخفاض في درجات الحرارة بداية من السبت والأحد. الأحد إن شاء الله ستكون أكثر انخفاضا بتراجع الكتلة الهوائية الساخنة على هذه المنطقة التي اجتاحت مناطق الجنوب الشرقي. إن شاء الله يعني بإذن الله تعالى ستكون الأجواء معتدلة يوم السبت أو يومي السبت والأحد على كل هذه المنطقة بإذن الله تعالى. حالة البحر والنشر الخاصة بالصيد البحري على السواحل الغربية الممتدة من راس جدير حتى سرت، تكون الرياح بإذن الله تعالى شمالية شرقية معتدلة في سرعتها، سرعتها من 5 إلى 20 عقدة هذه الليلة، ثم تعتدل بشكل واضح خلال يوم غد حيث تتراوح من 5 إلى 15 عقدة. ارتفاع الموج بإذن الله تعالى يتراوح من ربع متر إلى متر على أقصى تقدير، إذن سيكون البحر قليل التموج على هذه المنطقة، كذلك على الساحل الشرقي، ورؤية جيدة. درجة حرارة البحر تصل إلى أو تتراوح من 14 إلى 16 درجة مئوية، إذن بصفة عامة الأجواء مستقرة على البحر وأيضا ستستقر على اليابسة بسبب وجود مرتفع جوي خلال يومين الجمعة أو الخميس والجمعة، ثم حقيقة تعاود ارتفاع في درجات الحرارة على المناطق الغربية خلال يوم السبت والأحد، وخاصة الأحد سترتفع على هذه المناطق. ستكون الأجواء على مناطق الشمال الممتدة من رأس جدير حتى سرت، تكون الأجواء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية والعابرة. أما درجات الحرارة فتنخفض، تتراوح من 17 إلى 22 درجة مئوية على كل مدن الشمال الغربي بإذن الله تعالى، لكنها تبقى مرتفعة على الجنوب الغربي حيث لا تقل عن 28 درجة وستصل إلى 35 درجة في هذه المنطقة. المنطقة الجنوبية الشرقية أكثر ارتفاعا، إذ أنها لا تقل عن 35 وستتجاوز 40 درجة خلال يوم غد وبعد غد. أما السماء فتكون صافية على الجنوبي الغربي والشرقي. مناطق الشمال الشرقي أيضا تشهد انخفاض بتحول الرياح من الجنوب إلى الشمال الغربي، والذي بدوره سيعمل على انخفاض في درجات الحرارة بشكل واضح على هذه المنطقة بإذن الله تعالى. ننتقل إلى المدينة المختارة والتي ستكون على مناطق الغرب الليبي، حيث نتوقع أو تحديدا على الجنوب الشرقي، حيث تكون درجات الحرارة أو تميل إلى ارتفاع على هذه المنطقة كفر السرير تزربو، تتراوح من 37 إلى 41 درجة مئوية، هذا أعلى درجة حرارة ستصل إليها، وأدناها لا تقل عن 18 درجة مئوية، 20 درجة سرعة رياح أو من 15 إلى 20 درجة ستكون أو سيكون اتجاه رياح جنوبي شرقي إلى جنوبي غربي. حالة السماء صافية إن ظهرت بعض السحب فسحب عالية وعابرة. النشرة وقد تكاملت، نعود إلى ميس ومحمد. شكرا لك أستاذ. شكرا لك زميل المحدين. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام النبأ اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. إلى اللقاء.